أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في مكان جديد. تمام، نفس المكان طبعا 12 دولم. هذا مش مشترك في القناة مش مشترك في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس يا إخوان عشان يشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية. طيب اليوم راح نحكي عن المثلث يا إخوان، المثلث العقائدي أو المثلث الدال على وجود مدفن. ماشي، مدفن ماشي، مش مقبرة. هسا المدفن يختلف عن المقبرة. المدفن هو عبارة عن عدد كبير من القبور الموجودة. تمام، لكن الآن المميز في هذا المثلث، طبعا أنا يا أخوان هسا باجي بحكيكم عن هذا المثلث، هاي شايفينه، هذا هو، باجي بحكيكم عن هذا المثلث. لكن هل هذا المثلث موجود عندك كباحث؟ موجود عند فلان، موجود عند فلان، موجود عند فلان. تمام، الفكرة يا أخوان، الفكرة كالآتي: إحنا بنحكي عن المثلث هذا ماشي، لكن إحنا بنحكي عن المثلث هذا أو أي مثلث موجود في الدنيا، إنه في إله توابع، في إله شغل، في إله ماشي. يعني خلينا نحكي كيف أنا بقدر أحل اللغز، أو كيف بقدر أعرف إنه هذا المثلث إله دلالة أو هذا المثلث ما إلهش دلالة. تمام، بده يكون بالممارسة. يعني لما بتحضروا فيديوهات يا أخوان، لما بتحضروا فيديوهات اليوم بعرف كيف أحل الإشارة. أنا ما بدي إياك إنك أنت تدور على مثلث زي هذا. تمام، انا هذا المثلث موجود عندي لكن مش موجود عندك. انا ما بدي اياك تدور على المثلث، انا بدي اياك تعرف انه الاشاره طريقه حلها مش بالصعوبه اللي انت شايفها. يعني مش بالصعوبه اللي انت تجيب لها خبير وتحكي معاه وتترجاه وتبوس ايده عشان يجي عندك. تمام، ويحملك 100 جميله بس يجي عندك ماشي، وانت بتقدر تحلها يعني لنفسك لشخصك، بتقدر تحلها، بتقدر انك انت توصل للنتيجه اللي بوصل لها الخبير. تمام، اللي بوصل لها الانسان اللي بيحكي عن حاله خبير، تقدر انك توصل لها. الان احنا بنعرض في الفيديوهات هاي بنحكي انه يا اخوان المثلث هذا، المربع هذا، الجرن هذا، الران هذا، الكذا هذا، الى اخره ماشي. لكن انت بتوصل لنتيجه عندك اشاره معينه، اشاره دلالتها بسيطه، شكل ايش مكان، راس ثور، راس نعجه، راس مش عارف ايش، مجسم الى اخره. تمام، انا اعطيتك توضيح البدايه خلينا نحكي، لكن النهايه عندك، الشغل عندك ماشي، مش عندي. أنا بس بوضح لك الإشارة إنه كيف بتقدر تأخذ الاتجاهات، أو كيف تقدر تعرف إنه هذا اتجاه تمويهي، هذا اتجاه صحيح، كيف تقدر تعرف شو توابع الإشارة الموجودة فقط لا غير ماشي. لكن نهاية الموضوع عندك، نهاية الشغل عندك أنت كصاحب إشارة ماشي. لأن أنا أعطيتك الإشارة وأعطيتك فحصها وأعطيتك كيف تفحصها وكيف تعرف الفراغ وكيف تنزل للفراغ وكيف تشتغل ومن وين تشتغل و و و و و و أعطيتك الإشارات الرئيسية اللي أنت ممكن تشتغل عليها. تمام، الآن الشغل الباقي عليك مش علي. أنت بدك توصل للنتيجة الصحيحة، مش أنا اللي بدي أوصل للنتيجة الصحيحة. اليوم أنا تبعت لي على الواتساب ممكن أنا أقعد شهرين تفتح الهاي. طب أنت بتقدر تحل الإشارة لحالك، أنت بتقدر تحل الإشارة لحالك ماشي، ليش استناني انا اجي احل لك اياها وانا اجي اقول لك احفر؟ ما تحفرش ماشي، احفر يا اخي، جرب، زبطت معك زبطت، ما زبطت طبعا اخوان 80% من اللي قاعدين بيطلعوا ذهب ماشي هي بتيجي معهم صدفه يا اخوان. جرب واشتغل اوب له طلع ماشي، قال جرب يا اخي، جرب شوف شغلك، شوف لو عندك توصل. طيب نحكي عن المثلث يا اخوان هذا، ان شاء الله انه يكون واضح، يعني مبين انا من عندي من هون على الكاميرا واضح 100%. نشتغل على المثلث هذا ونعرف المثلث هذا على ايش بوجه، على ايش على شو الوضع تبعه، يعني ايش الفكره تبعت هذا ماشي المثلث. ماشي، المثلث عندي الحدود تبعته ماشي من هون لهون لهون لهون. تمام، هاي المثلث، ان شاء الله انه يكون واضح، هذا هو المثلث ماشي. طبعا المثلث معمول بطريقه البصمات، هاي واحد وهي هون واحد وهي هون واحد. تمام، الاتجاه الثاني هاي واحد وهي واحد وهي واحد وهي واحد وهي واحد هون وهي واحد هون وهي واحد هون. معمول بشكل البصمات، مثلث صحيح يدل على وجود مدفن، يدل على وجود مدفن، يعني بنحكي على جثث كثير، مش واحد واثنين وثلاثة، بنحكي عن 10 فما فوق. تمام، الآن توضيح المثلث هذا او الشغل المثلث هذا او ايش بودي المثلث هذا، طبعا في لغز هو موجود على الصخره ماشي، تابعوا لاخر الفيديو عشان تعرفوا اللغز هذا وعشان تعرفوا شو الاشي اللي احنا بنحكي عنه. تمام، توجيه المثلث اللي موجود عندي موجود في هاي، في هاي الاشاره اللي جاي كانها سهم ماشي، لكن هو جرن اتجاه كانه سهم ماشي. الان انا عايش بوصل هون، شو النتيجه اللي بوصل لها
من اول ما ابلش بالاشاره، بلشت بالاشاره اخذت المثلث لان وصلت للشغله اللي نحكي فيها دائما وابدا. شوف العنكبوت انا خلينا نصوره وين راح مبين. ايوه جاي يتعلم. جاي جاي شوف الاشاره. لو هسه نط علي بهرب. تمام. الان الاشاره تابع معها، الاشاره اللي بنحكي عنها دائما وابدا راح نضلنا نحكي عنها، اللي هي وجود البصمات اللي كثير يا اخوان. ماشي، بصمات كثير، اذا في عندي شغل، في عندي نتيجه. تمام، الان في عندي توجيه، راح اخذ توجيه ثاني غير توجيه المثلث. الان المثلث اعطاني الرمزيه، اعطاني بدايه الشغل، اعطاني اتجاه. ماشي، طبعا اعطاني اتجاه لهون لهي المنطقه. ماشي، الان بدي اخذ على الصخره نفسها، على الصخره نفسها اخذ توجيه ثاني، توجيه ثاني. دقيق. راح اخذ هذا التوجيه يا اخوان. نفس العمليه اللي شفتوها هناك، تمام، معمول فيها هذا السيال اللي موجود، اللي هو بصمه 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 بصمه، تثبيت جرن تثبيت 2 سم او 1 سم 1 سم. تمام، معي شغل لجف خارجي، شغل خارجي. اذا في عندي توجيه في هذا، هذا في عندي توجيه فيه. تمام، التوجيه تبعي وين راح؟ راح للمنطقه هاي. ماشي، المنطقه هاي طبعا التوجيه مرتين يا اخوان، توجيه الاشاره الرئيسيه اللي هي اشاره المثلث. تمام، توجيه اشاره المثلث وتوجيه الاشاره الثانيه في نفس الاتجاه. هاي اتجاه، هاي توجيه المثلث عشان تشوفوه، هاي توجيه المثلث وهي الاتجاه اللي انا جاي فيه. اجت معي اشاره اللي مش نحكيش عنها بالمره ولا بنعرف شو هي. تمام، اشاره اللجف. اجى معي السيال نزولا مع اشاره اللجف. اذا في عندي مكان شغل هون، عشان اقدر اعرف ان هون في مكان شغل لازم يكون في عندي اثبات، اثبات وجود البصمات اللي اجينا حكينا عنها اكثر من مره. ماشي، وجود بصمات في المكان هذا، اذا عندي الشغل من المكان هذا للاشاره هذيك، عندي الشغل من المكان هذا نزولا 30 متر بعدين اتجاه، بعدين بروح على الفراغ اللي انا بدي اياه. تمام، نرجع للاشاره كمان مره. اذا عرفنا وجود المثلث اللي هو الرمزيه تبعت ايش في او ايش الحضاره الموجوده او ايش الشغل الموجود، لا الوثنيه لا الى اخره، لكن وجود المدفن. تمام، مع توجيه، مع توجيه ثاني، مع اتجاه للبوابه، مع شغل للبوابه، اذا في عندي نزول وكذا. طيب ايش في عندي كمان موجود على الصخره نفسها؟ يعني شوف في عندي شيء ممكن انا اعرف انه موجود هون. تمام، لان اخذنا المثلث، احنا هي المثلث. ماشي، لكن شو في جنب المثلث؟ ماشي، طبعا هون في عندي مثلث ثاني مع توجيه، خلص اتخذنا الاتجاه المثلث، لكن شو في عندي جنب المثلث؟ راح نشوف مع بعض الان. هاي المثلث، اخر المثلث مع هاي الاشاره. تمام، لكن في عندي خط، هي الخط، شايفينه كيف؟ كيف جاي بهالطريقه هاي؟ هي الخط هيك وطالع، يعني الخط تبعي هيو. ماشي، هذا الخط طالع بهالاتجاه هذا هيك ومسكر مع هاي. اذا 80% انه هون في ران. تمام، 80% ران هون في المنطقة هاي. اذا في عندي شغل، يعني مش بس عندي بالصخرة هناك، في عندي شغل هون في المنطقة هاي، لان الخط الواصل هذا بالشكل المربع اللي احنا شايفينه هيو. تمام، الخط الواصل مع المثلث، مع اشارة المثلث، اذا في عندي ران. الران هذا يعني لما يكون في اشارة مثلث يكون جنبه ران زي هيك، على ايش بدل؟ تمام. هذا لو فتح الران، الله اعلم، طبعا الله اعلم هو في شيء او لا، لكن الشكل الخارجي معطينا ران. ماشي، هذا لما ينفتح يا اخوان بتلاقوا فيه الالهه تبعتهم، الالهه ان كانت حجريه، ان كانت نحاس، ان كانت حديد، ان كانت اي معدن. تمام، حتى لو معدن ذهب بيكون فيها الالهه تبعتهم مع الرمزيه اللي موجوده. يعني هون بكونوا حاطين الالهه مسكرين على اساس انه الموجودين هون هم عندهم ولاء للالهه تبعتهم. ماشي، اذا في عندي هون بكون الالهه، او بتفتحوها بتلاقوا حجر صغير هيك شكله زي شكل مثلا، خلينا نحكي اله كانوا يعبدوه او الى اخره، هي تمثال يعني. ماشي، بكون في المنطقه هاي يا اخوان. طيب شو بناخذ كمان؟ بناخذ كمان عندي هون على نفس المكان هون، راح تلاقوا نفس اللي حكينا في الران هناك، راح نحكي في الران هذا. لا
تسكيرة الران معي طبعا بصمات هاي كلها، تسكيرة الران معي هيها تمام، شكل الران المحدب هذا هو تمام، وجود تنفيسة الران هيها، هاي تنفيسة الران ماشي، زائد الجرن زائد البصمات، هاي هذول بصمات ما ملات زي الجرن، لكن في عندي تنفيسة الران تمام. شوفوا يا اخوان اتوقع انها راح تكون الآلهة هون وهناك، يعني هون حاطين لهم تمثال وهناك حاطين لهم تمثال. طلعوا البصمة هاي كيف، هاي البصمة هاي، هاي مثلا هذا حاطة اربع اصابع، هاي اصبع اصبعين ثلاثة هاي اربعة، هيك هيك حاطت اربع اصابع هون ماشي، باصم بالاربع اصابع تمام. عندي هون بصمة، عندي هون بصمة، عندي هون بصمة، عندي هون، اذا في عندي شغل هون، واتوقع انه هذا الران. جينا حكينا احنا عن موضوع الران قبل هالمرة ماشي، لكن هسا راح اشرحه كمان مره انه إيه كيف اعرف انه في معدن في الران او ما في معدن في الران ماشي. راح افصلكم هذا الران ونشوف شو هو. امسك باسم تصور، اه بدك تصور بس السياخ دقيقه. طبعا اخوان هسا احنا حكينا في موضوع الران قبل هاي المره، حكينا انه كيف بدنا نعرف انه هذا الران مثلا في معدن او ما في معدن عن طريق الاسياخ ماشي. الان ابعدنا على سبيل المثال، ابعدنا عنه مثلا خلينا نحكي المتر 80 سنتي، واخذنا البعد تبعهم هذول الاثنين عن بعض اللي هو 30 سنتي، واشتغلنا عن طريق البحث، يعني بحثنا بحث على اساس ناخذ النبضات اللي موجوده في السيخ. الان نزلنا متر ونص، انزل معي، نزلنا متر ونص مثلا ورجعنا عندنا الفحص ماشي عشان نشوف النبضات، بدنا ننزل كمان يا اخوان راح نكون ابعاد عن الران تقريبا 10 سنتي ماشي، وادلنا على صوت الهواء راح نكون بعاد عن الران تقريبا 10 سنتي ماشي. شوفوا كيف بدنا نشتغل عليه عشان يبين معنا، راح نبعدهم تقريبا يعني نحكي 15 20 سنتي ماشي، ونشتغل على الران بهي الطريقه هيك تمام. الان انا في عندي نبضات، موجود عندي نبضات عشان اشرح لكم انا شو بصير معي تمام. موجود عندي نبضات يعني معطيني انه في معدن في ذهب، بس ذهب بسيط يعني حتى نبضة بسيطة، لكن قاعد باخذ الشكل تبع الران باخذه بالاسياخ، يعني هذا الشكل تبع الران باخذه بالاسياخ على اساس يبين معي ماشي. الان في عندي نبضة انا بسيطة ياخذها بالطريقة الثانية، ياخذ بهاي الطريقة هيك راح يكون في عندي نبضة برضه. طبعا حتى السيخ بتلاقوه بهز، يعني حتى السيخ بتلاقوه فيه نبضة بسيطة ماشي، لكن معدن بسيط جدا جدا يعني مش تمام. هاي الطريقة اللي ممكن احنا نكتشف انه الران في معدن او ما في معدن تمام. طبعا بنشكركم على المتابعة، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة في سورة الاستراحة.